أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج تحفة الأطفال. إيه حكاية تحفة الأطفال؟ ومين صاحب تحفة الأطفال؟ وهنحفظها إزاي تحفة الأطفال؟ كل ده هنعرفه بإذن الله تعالى من خلال هذا البرنامج. أولاً، أهني الأمة الإسلامية بوصول شهر رمضان الكريم، وأتمنى لهم كل الخير وجمع الحسنات في هذا الشهر الكريم. أطفال الكرام، إخواني وأخواتي الأعزاء، تحفة الأطفال متن من المتون التي لاقت إقبالا كبيرا. أنت هتقعد تكلمنا كده كتير؟ يعني لاقت إقبالا كبيرا. تحفة الأطفال متن انتشر بشكل غير عادي، وبفضل الله تعالى بيحفظ في كل مكان. وأول متن بيحفظ في الأسانيد وفي دور القرآن هو متن تحفة الأطفال. يعني عشان أدي سند في القرآن، لازم اللي ياخد مني السند يحفظ إيه؟ متن التحفة. طيب، هناخد شرح بشكل صعب يا شيخ، ولا الوقت مش هيقضينا إن احنا نعمل شرح مفصل؟ وإحنا قلنا اتفقنا إحنا بنخاطب أولا الأطفال، والكبار هياخدوا برضو ليهم جانب من هذا الشرح، فنخلي الشرح بشكل حدوتة. يعني هنتكلم عن الأحكام اللي تكلم عنها الشيخ بشكل حدوتة جميلة كده إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. مين صاحب المتن؟ صاحب المتن الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري. يعني الجمزوري دي شهرة ليه؟ اسمه تاني الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري. طيب، عدد أبيات المتن ده قد إيه يا شيخ؟ 61 بيت. هو المتن عبارة عن شعر، والشعر العلماء لقوا إن الناس بتستقبل الشعر وتحفظه أسهل وأسرع من الكلمات، صح ولا إيه؟ هتلاقينا كلنا كده، الشعر بالنسبة لنا سهل حفظه، أما أقول بيت أو بيتين أو ثلاثة أفضل من أنهم يبقوا مكتوبين كتابة عادية بدون نظم ولا سجع. طيب، هنقرأها بأي شكل؟ هنقرأ التحفة بإذن الله تعالى ببحر من بحور الشعر، وهو بحر الرجز. طيب، ممكن أبدأ بقى إن شاء الله؟ طب صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ بالمقدمة إن شاء الله النهاردة، و ابتداء من الحلقة القادمة هيطلع لكم المتن على الشاشة، ونبتدي نسمع لكم المتن. يعني احنا النهاردة ان شاء الله هنقول المقدمة ونسمعها منكم ونصحها ليكم ان شاء الله من خلال الهاتف، وبإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم نبتدي نسمع ليكم، ومحدش يفتح الايه اللي عنده تحفة في البيت ما يفتحهاش. عايزين نحفظ المتن على مدار الشهر الكريم، ونبقى طلعنا واستفدنا بحفظ متن مهم جدا ومبسط لعلم التجويد. أبدأ إن شاء الله، هبدأ أقولها بنفس الشكل اللي اعتادوا المشايخ على قراءة المتن به، وقلنا إن ده بحر من بحور إيه؟ الشعر. الشيخ بيقول: يقول راجي رحمة الغفور. قول ورايا، ما أنا مش هقول لوحدي، صح ولا إيه؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم. هقول وقول ورايا، إحنا ممكن نحفظه من خلال إيه؟ من خلال الحلقة. يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على
محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هي دي المقدمة، ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله وهندردش فيها شوية. صليتوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ولو في حد عايز يعمل معنا مداخلة ليه سؤال في التحفة أو هيسمع هيقرأ معنا التحفة لتصحة، نحن ننتظر إن شاء الله اتصالاتكم. أنا عارف الوقت مبكر، لكن إن شاء الله عارف إن في ناس كتير قوي مستنيه البرنامج عشان تحفظ معنا تحفة الأطفال. طيب الشيخ بيقول: يقول راجي رحمة الغفوري. يقول ده القائل اللي هو الشيخ، راجي يرجو من الله الرحيم الرحمة، الغفور يطلب منه المغفرة. يقول راجي رحمة الغفوري دوما، يعني دائما بيطلب من الله الرحمة. طيب بالله عليكم، مش احنا المفروض علينا ان احنا كلنا نعمل زي الشيخ ما عمل، دايما نطلب من الله الرحمة والمغفرة، صح؟ يقول راجي رحمة الغفوري دوما، دائما هو يرجو رحمة الله. سليمان هو الجمزوري، أيوة قالينا اسمه بس باختصار، سليمان أول اسم ليه والجمزوري ده لقب الشيخ. دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على. الحمد لله، احنا بنقول الحمد لله ولا لا؟ ده احنا بنقول الحمد لله ان ربنا بلغنا رمضان عشان نصوم ونقوم في الليل، ولا انتم مش صايمين؟ ازعل قوي لو حد من اطفالنا مش صايم، واللي سنه صغير يصوم لحد الظهر، واللي سنه اكبر شويه يصوم لحد العصر، واللي يقدر يصوم اليوم كله يصوم عشان يتعود على الصيام. فالحمد لله ان ربنا بلغنا رمضان. الشيخ بقى بيقول ايه؟ الحمد لله. دأب اهل العلم دايما انهم يبداوا اي كتاب او اي شيء حتى في الندوات وفي اللقاءات وحتى على القنوات الفضائيه بالحمد. ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم. استاذه شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اشرف معاك ان شاء الله. استاذه شيماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام حضرتك بخير. وانتم بخير ان شاء الله. ممكن بعد اذنك اصحح التحفه مع حضرتك؟ اه اتفضلي، يعني ناخد بس المقدمه ان شاء الله. ماشي باذن الله. يقول راجي رحمتي الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بارك الله فيك يا أستاذ شيماء، يعني قراءة صحيحة للمتن. معنا الأستاذة ندى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ندى، عامل ايه؟ كويسة ولا كويسة؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة وصحة وعافية. هتحفظي معنا التحفة؟ ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. يقول راجي رحمة الغفور. لا، عايزين بقى نحفظ بقى. بصي يا ندى، اسمعيني يا ندى. نعم. عايزين نقولها بشكل صحيح. يقول راجي رحمة الغفور. يقول راجي رحمة الغفور. أحسنتي. دوما سليمان والجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون إن تسكن. لا، في النون والتنوين. في النون والتنوين.
في النون والتنوين والمدود. احسنتي. سميته؟ سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيز الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب. 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 جميل. والأجر والقبول والثواب. بارك الله فيك يا ندى. بس احنا هنقول ذي الجمال وهقول لكم العله دلوقتي والسبب ايه. بارك الله فيك يا ندى. ندى انقطع الاتصال. طيب معانا حسن. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ حسن؟ شيخ حسن الحمد لله. انت صايم ولا صايم؟ الو. ايوه سامعك. انت صايم ولا مش صايم؟ ايه صايم ان شاء الله. اه طيب يلا قولي التحفه. يقول يا رحمات الغفور نوما سليمان والينزوري، الحمد لله مصلين على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد. بص يا حسن. وبعد هذا النظم للمريد. وبعد هذا النظم للمريد في النور والتنوين والمودود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال ذي الجمال جمالي، أرجو بأنفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بارك الله فيك يا حسن، ربنا يحفظك وتكمل الصيام بقى إن شاء الله. معنا اتصال ونرجع تاني نكمل بقى إن شاء الله. قلنا الشيخ بدأ يقول راجي رحمة الغفور، طلب من الله الرحمة والمغفرة، وهو يرجو دائما رحمة رب العالمين. دوما سليمان هو الجمزوري، اسم الشيخ، الاسم اللي هو بيرغو الرحمة. الحمد لله، وبدأ بالحمد، مصليا على، بعد ما أحمد رب العزة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دايما كده أقرن ثنائي على الله وحمد الله بعديه على طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا ده دأب العلماء والمشايخ الكبار. يبقى الحمد لله مصليا على مين؟ محمد وآله ومن تلا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد وعلى من تلا القرآن بشكل صحيح. وإحنا التحفة دي هتساعدنا كتير قوي 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 إننا نقرأ القرآن إن شاء الله بشكل صحيح. الشيخ بيقول الحمد لله مصليا على محمد عليه الصلاة والسلام وآله ومن تلا. ناخد اتصال. معنا الزهراء. انقطعت اتصال. طيب معنا فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟ ازيك يا شيخة فاطمة؟ الحمد لله كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة. صايمة ولا صايمة؟ صايمة إن شاء الله. طيب أنا عندي 6 سنين. بسم الله ما شاء الله. وبتصومي كل سنة يا فاطمة؟ ادفع يا شيخ. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ها هتقرأي معنا وتحفظي معنا التحفة يا فاطمة؟ يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان وزمزوري، الحمد لله مصليا على محمد والي ومن وبعد هذا النظم للمريد للنون في النون. في النون يا فاطمة ما تجريش. في النون مش للنوني. ها في النون والتنوين والمدود، سميته تحفة الأطفال عن ساخن الميز الجمال، ذو به أن يدفع الطلاب الأجر والقبول بارك الله فيك يا فاطمة، ربنا يحفظك. معانا أمنية من أسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أمنية؟ ازيك يا شيخ أشرف؟ عاملة ايه؟ ازيك يا شيخ أشرف؟ هتحفظي معانا التحفة يا أمنية ولا؟ اه ولا انا صايمة المغرب كله. طيب جميل. النهارده كله. آه. وكمان كل سنة وانت طيب. وانت طيب. انت عندك كام سنة يا أمنية؟ ستة.
طب اقول لك انا، انت عندي كام سنه؟ انت مش معانا خالص. طب قولي التحفه. طب يا امنيه بارك بارك الله فيك، قولي التحفه يا امنيه. اقول التحفه. طيب اتفضل. يا كوني راجي رحمة الغفور الغفور دايما في نعمي هو الجمسوري الحمد لله موصل يا معنى محمد وآله ومن تلاه وبعدها وبعد هذا النظم للمريد وبعد هذا النظم للمفيد في النون والتنوين ها والمد. انت امنيه شكلك كده لسه صاحيه من النوم. والمدوري. ايوه جميل. سميته يا امنيه شكلها بتنام ولا ايه؟ سميته. طيب نكمل كلامنا. الشيخ بعد كده قال ايه؟ الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا صلى على حمد رب العزة وبعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعلمنا اننا نحمد الله. طيب مين فينا بيصحى الصبح كده اول ما يصحى من النوم يقول الحمد لله ان ربنا رزقني الوقت وساب في عمري عشان اعبده؟ مين فينا صحي الصبح وقال الحمد لله ان انا بشوف بعينيا وبتكلم بلساني وبسمع باذني؟ مين فينا نزل من على السرير قال الحمد لله ان انا بمشي على رجليا وفي ناس مش على رجليهم؟ مين فينا قال الحمد لله انا باكل كويس وغيري مش بياكل؟ لازم نقول الحمد لله وبعد كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد. بدأ الشيخ بقى يتكلم على موضوع التحفة. نظم يعني ايه؟ يعني ابيات من الشعر بيسموها نظم، منظومة يعني. وبعده بعد بقى ايه الصلاة بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا النظم للمريد اللي عايز يتعلم. المريد مين؟ اللي عايز يتعلم. انا اريد ان افعل الشيء، انا اريد ان اشاهد برنامج تحفة الاطفال، صح؟ يبقى هقعد استنى برنامج تحفة الاطفال وتابعه. هو الشيخ بيقول كده، بيقول بعد محمد رب العزة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبعده هذا النظم المتن ده والشعر اللي انا هألفه ده وهكتبه ده للمريد اللي عايز يتعلم التجويد. وبعد هذا النظم للمريد في النون. النون دي بقى هنعرفها بعد كده ليها حدوته، وحدوته هنقولها بشكل جميل كده ان شاء الله نحفظها كلنا. في النون والتنوين والمدود. طيب هو الشيخ عامل النون الساكنه والتنوين بس في المتن في التحفه؟ لا، ده فيها ابواب تانية، بس الشيخ عشان يظبط البيت فاختار نموذج من اللي هيبقى موجود معانا في التحفة في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال. الشيخ سماه تحفة الأطفال، وسبحان الله زي ما بقول كده كتير من الناس قوي يعرف تحفة الأطفال، حتى اللي ما لهمش علاقة بتعلم علم التجويد وبيعلموا قرآن ولا ليه؟ لأن ربنا أراد أن يكتب لهذا المتن المحبة في قلوب الناس. سميته بتحفة الأطفال. في كلام بقى على موضوع تحفة الأطفال، هل الشيخ عملها للأطفال بس ولا عملها للأطفال العلم اللي هو لسه بيحبو لسه صغنن في العلم؟ ناخد اتصال معانا. رضوى السلام عليكم. رضوى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كويسة الحمد لله. صايمة ولا لأ؟ عايزة أقول أسماء الله الحسنى. طب احنا بنتكلم عن التحفة يا رضوى، أنت مش حافظة التحفة؟ أنا صايمة. أنت صايمة؟ طب الحمد لله، عايزينك تحفظي معانا التحفة يا رضوى، وبرضه مش هزعلك، قولي أسماء الله الحسنى. الله ربنا هو الإله له من أسماء المصطفى الواحد الحي كذا هيك والملك الملك لا شريك والصمد السيد والمبيد
والآحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعين الأتروك التجلي. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا رضوة. معانا شهد، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شهد، عاملة ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وبصحة وعافية. ممكن اقول تحفة الاطفال؟ قولي تحفة الاطفال يا شهد. يقول راضي رحمة الغفوري، دوان سليمان هو الشمسوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه، وبعد ذلك النظم، وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم في المريد في النون والتنوين والمرون، سميته بتحفة الأطفال عن سكن المهول للجمال، أرجو بها النفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. جميل يا شهد، مكسرة في التشكيل لكن حلو قوي. هتحفظي معانا التحفة يا شهد إن شاء الله؟ إيه؟ ما تزوقيش طيب كده، هتحفظي معانا التحفة إن شاء الله؟ آه إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. ويا شهد، أنت صايمة إن شاء الله؟ صايمة. تدعي لي وأنت بتفطري. ماشي. وكل حبايبنا الجمال الأطفال الطيبين يدعوا لي وهم بيفطروا إن شاء الله. ماشي. بارك الله فيك يا شهد. والكبار برضو طبعًا إن شاء الله. معنا بسملة عصام، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخة؟ ازيك يا شيخة بسملة؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بحبك في الله. وأنا كمان بحبك في الله. يا رب تخش الجنة. يا رب يا رب نخش جميعا الجنة. حبيت الشيخ محمد حسان. بتحب الشيخ محمد حسان؟ وإحنا كلنا بنحب الشيخ محمد حسان. وادعي ايه؟ يقول راضي رحمة الغفوري، لو ما سليماني هو الزمزولي، الحمد لله صلي عليه محمد وآله ومن تلا، محمد تلاه، وبعد هذا النظر المولدي في النون والتنوين وال انت بتنامي والمدودي بتنامي بس ولا ايه؟ المدودي سميته بتحفة الأطفال عن سيفنا ذي الجمال. شكلك كده صايمة وشكلك لسه نايمة. أرجو أن ينفع الطلاب، ينفع الطلاب والأرزاق هورا والثواب. ممتازة يا بسملة، أنت وكل الأطفال اللي قروا معانا. معانا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم أحمد. كل عام وحضرتك بخير. وأنت بخير. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين يا رب. أنا هقول لحضرتك ماشي، أنا هقولها إن شاء الله. هي الطفوة مخصصة للكبار. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أم أحمد. ولا الأطفال بس؟ إسماعيل، لا مش الأطفال بس. إحنا نتفق على حاجة. إن متون التجويد للكل. أيوه. وتحفة الأطفال، أنا لسه قايل إن أصحاب الأسانيد قبل ما بيدوا الأسانيد للكبار طبعًا مش للأطفال، لازم يسمعوا عليهم تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية. أيوه. فهي للكبار مش للأطفال بس. جزاك الله خير. لكن احنا قلنا نقولها بشكل حدودة للأطفال، وده السبب اللي احنا خلنا البرنامج للأطفال. ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا أم أحمد. يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بارك الله فيك، ممتاز يا أم أحمد. يعني كملي معنا بقى واحفظي معنا التحفة إن شاء الله مع شرح مبسط ليها، نطلع بفايدة بإذن الله تعالى إن شاء الله. معنا هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه هاجر؟ هقول سؤال تحفه الاطفال. اتفضلي. يرحم
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم المريب في النون والتنوين والمدود سميته بتحفات الأبطال عن شيخين الميهي. انقطع الاتصال. طب نكمل بقى كلامنا عشان نلحق نكمل شرح المتن. احنا المفروض ان احنا معانا نص ساعه، فاضل قد ايه من الوقت ان شاء الله؟ طيب الله المستعان. الشيخ بيقول بعد كده، بيقول سميته بتحفه الاطفال عن شيخنا المهي. هو سماه تحفه الاطفال، وخد المتن دوت او خد علم التجويد وبدا ينظم المتن دوت عن شيخه. ياه، ده ما نسيش يذكر شيخه ويثني على شيخه ويمدح شيخه. عارفين ليه؟ عشان ده دأب أهل القرآن. المفروض إن أي حد يتعلم على يد شيخ، أنت وأنت والطفل الصغير اللي بيتعلم على يد شيخه، نعلمه ونتعلم كلنا إننا نحفظ الجميل وندعي لمشايخنا ونذكرهم بكل خير في كل وقت. ده حق الشيخ على المتعلم. طيب عن شيخنا المهي، الشيخ بقى قال في المتن ذي الكمالي. طب احنا غيرنا ليه من ذي الكمالي لذي الجمالي؟ هرد عليكم، بس كلامي دوت للكبار شويه. انا الاول كنت بقول نقول ذي الكمالي لاننا نتوسم ان الشيخ يقصد او يتوسم في شيخه اللي هو الشيخ الميهي. الميهي ده من المشايخ الكبار جدا اللي ليهم اتصال باسانيد القران، يعني شيخ جليل، عالم جليل، اللي هو مين بقى؟ تلميذه الشيخ الجمزوري، يعني هو شيخ الشيخ الجمزوري. الشيخ قال ذي الكمالي، فانا كنت اما الاقي حد بيقول ذي الجمالي اقول له لا، احنا ما نحرفش في كلام الشيخ ولا نغير في كلام الشيخ، لان كلام الشيخ ده ايه؟ ما ينفعش يتغير. ونتوسم في الشيخ ان هو يقصد الكمال البشري او الكمال العلمي، يعني ايه؟ بقول شيخي كامل العلم، انا ارى ذلك، خلاص. لكن لما وقفت على شرح تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري بقى اللي هو صاحب المتن، فسمعت كلام خلاني قلت لا، احنا نغير ونخليها ذي الجمالي. هقول لكم الكلام بنصه، وده للكبار واللي يعرفهم الأطفال يبقى خير. الشيخ بيقول ذي الكمال أي التمام في الذات والصفات. تابعوا الكلام دوت، والكلام ده مهم جدا، الكلام ده دخل في عقيدة، وأنا أصريت إن أنا أجيب كلام الشيخ وأقوله بلفظ الشيخ اللي قاله، عشان نعرف ان احنا لو قلنا ذي الجمالي هو الافضل، لان الشيخ يعني الامر دخل، الشيخ له قدر كبير وهو عالم جليل وافدنا كتير قوي بمتن التحفه. لكن لما نوصل لعقيده نجنب بقى ايه الكلام ده شويه. الشيخ بيقول ذي الكمال اي التمام في الذات والصفات، اي التمام في الذات والصفات وسائر الاحوال الظاهره والباطنه فيما يرجع للخالق والمخلوق. طبعا الكلام ده خطير جدا. تاني هقول الكلام ده تاني بعد ما تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشيخ وهو بيشرح متن التحفة، الإمام الجمزوري الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري، وهو بيشرح التحفة بيقول ذي الكمالي المقصود بها، هو أما كتب ذي الكمالي يقصد بها إيه؟ الكمال فيه، التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع، اسمعوا الكلمة اللي جاية دي، للخالق والمخلوق. طبعا الكلام دوت يعني غير موافق تماما لأقوال أهل السنة والجماعة، عشان كده أنا قلت هنغير وهنقول ذي الجمالي، ومش أنا اللي قلت الكلام ده لوحدي، ده مشايخ كتير قوي بيعلموها ذي الجمالي، ومطبوعة في شرايط ذي الجمالي، وكتير من الناس بيعلمها ذي الجمالي. أنا الأول كنت بقول بلاش نقول ذي الجمالي وما نحرفش وما نغيرش في كلام الشيخ، لكن لما وقفت على هذا القول الخطير، وأنا بقول خطير لأنه دخل في عقيدة، ما ينفعش إن احنا نردد ورا الشيخ كلام ينافي العقيدة السليمة. عن شيخنا المهي ذي الجمالي، احنا نقول بقى الشيخ بتاعه كان جميل، جميل العلم وجميل الخلق وجميل كل شيء. أرجو به، بعد كده بقى الشيخ بدأ يختم بقى المقدمة بتاعته الجميلة الطيبة، أرجو به أن ينفع الطلاب. ياه، يعني هو كمان
بيتمنى بعد رضا رب العزة وقبول رب العزة العمل، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو به، كلام جميل جدا والله، يقاس أو يوزن بالذهب. أرجو به أن ينفع الطلاب، عايزه ينفع الطلاب عشان يبقى ليه في ميزان حسناته يوم القيامة. ما أنا لما أعمل حاجة دلوقتي وأنت تتعلمها وحضرتك تتعلميها، إن شاء الله تبقى في ميزان حسناته يوم القيامة، فلاقي جبل من الحسنات أنا ما عملتوش بسبب إيه؟ كلمة أنا قلتها وفيها خير وحضرتك اتبعتيها وحضرتك اتبعتها، علم أنا علمته لحضرتك وحضرتك وحضرتك اتعلمتيه لغيرك وتعلمتيه. فهو الشيخ بيقول أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر، والأجر ليه هو؟ عايز الأجر من الله، والقبول العمل ده يقبل من الله، والثواب من رب العالمين. كلام جميل وطيب. والمقدمة دلوقتي، المقدمة احنا حفظناها متهيألي من خلال الكلام، هقولها بقى بشكل سريع كده واختم بيها إن شاء الله بإذن الله تعالى حلقة اليوم. قال الناظم رحمه الله تعالى أمين، وهو الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري، صلى الله عليه طب الأول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشيخ بيقول إيه في متن المقدمة الجزرية؟ قال الناظم رحمه الله تعالى آمين: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. جزاكم الله خيرا، ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم في الحلقة الثانية من تحفة الأطفال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.